السلام عليكم يا شباب، دلوقتي احنا في المعرض مع شركة نافكو. ان شاء الله نبدأ نتعرف على الباشمهندس يدي لنا فكرة عن البرودكتس المعروضة في المعرض. اتفضل يا باشمهندس. هذه مضخات عندنا النوع الافقي والنوع العمودي. النوع الافقي يدار اما بالكهرباء او باستخدام الديزل انجن. اوكي. يكون اما انسكشن لاحجام السطوره او او سبليت كيس للاحجام الكبيره. وجميع الاجزاء الديزل انجن والفاير بامب الديزل انجن او الاستريك موتور والكنترولر جميعها مصنعه في مصانعنا في المملكة العربية السعودية. جميع يو ان ليستد اخضر مبروك مصنعنا في جدة. جميع سنجل سورس ريسبونسبيلتي كبريت ريسبونسبيلتي اندر سنجل امبريلا اندر نافكو امبريلا من مصانعنا في جدة ميد ان سعودي ارابيا. بالاضافة الى الفيرتيكال تيرباين بامب بجميع احجامها ومقاساتها. عندنا رينج المضخات بتراوح ما بين 100 جالون بير مينت ل 8000 جالون بير مينت. اوكي. كله يو ال اس ده فام ابروف. اوكي. طيب ايه تاني يا باشمهندس موجود معانا هنا في المعرض ممكن نشوفه؟ لوحه التحكم الخاصه في المحرك الديزل ولوحه الكهرباء جميع يو ال اس ده فام ابروف. مضخه جميع الاجزاء هذه شايفينها يو ال اس ده فام ابروف. اوكي.